كورس تنظيم الحفلات. النهارده كان عندنا ورشة ورد طبيعي وصناعي. رأيك ايه في الكورس وفي المكان؟ كورس جميل وتعلمت منه كل حاجة. كورس حلو وجميل وتعلمت منه كل حاجة، ودي ما سابتناش لما علمتنا في كل حاجة، خرجنا منه كل حاجة عرفنا نعملها. طب والمكان اللي قانينا؟ المكان جميل وكل الناس اللي فيه كويسين ومحترمين. المكان حلو وعمود عسل بصراحة، ويعني بتقعد تهزر وتضحك معانا دايما بصراحة. مكان حلو قوي والكورس كان حلو، وهدير شاطرة جدا والله، علمتينا كل حاجة. تسلم. المكان ده احسن مكان اتعلمت فيه اصلا الكورس ده، خدته في كذا مكان تاني بس هنا احسن مكان بصراحة، اتعلمت حاجات كتيرة جدا. فيكوا حضن بعد اللايف على فكره. انتوا اصلا عاملين شغل زي القمر، ولسه دلوقتي هتعملوا الكوشه التانيه ونطلع نصورها برضو. ماشي، يلا قولوا باي باي للكاميرا. باي.